يعني استاذ احمد، احنا جبنا قضيه ال 63 وجبنا نجيب الان. في 63 كان البعثيين باكملهم يقفون مع ميليشيا الحرس القومي، وهم لم يكونوا قوه قليله، كانت بمواجهتهم الشيوعيين فقط، والشيوعيين ايضا لم يكونوا قليله. يعني تستطيع ان نقول انه الشارع كان منتصف يعني في قوته. مع ذلك تحرك الجيش بنجاح وانهى ميليشيا الحرس القومي وانتهت ظاهره، حتى البعثيين لم يعودوا يفكرون بالميليشيا مره ثانيه. الآن نحن لدينا ميليشيات ليس لديها أي شعبية على الأرض، ليس لديها أي وجود شعبي حقيقي على الأرض. يعني كل الشعب العراقي عدا المنتفعين من هذه الميليشيات والمشاركين واللي يقبضون منها يقف كارها ورافضا لهذه الميليشيات. مع هذا يعني وطبعا عندما يرفع أي إنسان، يعني يجرؤ على الأقل أن يرفع أي إنسان شعار إنهاء عمل الميليشيات مثل ما فعل مقتدى الصدر، يعني سيحظى بكل أنواع الدعم الجماهيري على الأقل من هذا الموضوع. أما التنفيذ فهو شيء آخر، نحن بحاجة لإرادة حقيقية. طبعا حتى أكون منصف، الحرس القومي في وقتها عندما سيطروا على الأرض لم يكونوا مدعومين من أي قوة إقليمية، هذه نقطة مهمة يجب أن نذكرها ونعترف بها. الآن هناك إيران تقف وراء ميليشيات الحالية وتدعمهم وتحرسهم وتمنع تناولهم الأذى. مع ذلك أقول لو توافقت إرادة وطنية حقيقية لإنهاء هذا الوضع الشاذ والغير معقول والغير مقبول، لكان بإمكان بسهولة إنهاء، أو لا أقول بسهولة، لكان بالإمكان إنهاء على الأقل. ولكن يبدو لي أن هناك غياب للإرادة. السيد مقتدى يدعو إلى إنهاء الميليشيات، أو على الأقل دعا لذلك مرة أو مرتين أو ثلاثة، وهي ليست قليلة، هذا يعني شيء كبير. أما التنفيذ فهو شيء آخر تماما. أنا لا أستطيع من الآن أن أقرر إذا كان سينجح في التنفيذ أو لا، لكن أقول أني أترقب وأنتظر أن تتشكل الحكومة فعلا وتنجح في مساحية في الإصلاح وتحل الميليشيات. ولكن أنا أعذرني وآسف جدا أمام جماهيرك وأمام ناسك، أقول لفي شك عظيم من هذا الموضوع.